الرحلة MH370 لا تزال لغزا يحير خبراء الملاحة الجوية، فبعد مرور 9 أيام تتزايد الفرضيات. أين هي الطائرة الماليزية ومن كان وراء اختفائها؟ يضع المحققون أكثر من احتمال لا يستثني حتى ملاحي الطائرة نفسها. جهود الاستخبارات الأمريكية تركزت على قائد الرحلة ظاهر أحمد شاه ومساعده فريق عبد الحميد، ما عزز تلك الشكوك. الكلمات الأخيرة التي سمعت من قمرة القيادة: حسنا عمتم مساء. وعلى الفور أطفئ جهاز نقل الإشارة ACARS. الجهاز يرسل معلومات أساسية حول وضع وموقع الرحلة إلى المراقبة الأرضية. لم تعرف هوية المتحدث، لكن المؤكد أنه شخص خبير التحكم في جهاز ACARS. الاعتقاد السائد لدى المخابرات أن أمرا كان يحصل مع الطيارين في قمرة القيادة. اختفت الطائرة عن شاشات الرادار المدني، لكن الرواية الماليزية تؤكد أن سلاحها الجوي تعقبها لساعات على الرادار العسكري. معلومات أخرى ظهرت خلال التحقيق أن الطائرة هبطت في مكان ما واستمرت في إرسال إشارات إلى القمر الصناعي لمدة تصل إلى 7 ساعات. الفرضية الأكثر إثارة للجدل هي تلك التي تتحدث عن انتقال الطائرة الماليزية من كونها مفقودة إلى مختطفة. الفاعل حسب لجنة الأمن القومي الأمريكي قد يكون اختطف الطائرة عبر السيطرة على أنظمة التحكم فيها إلكترونيا، وربما الجهاز المستخدم في العملية هاتف محمول يستطيع الدخول إلى الشبكة العنكبوتية عبر الأقمار الاصطناعية. ما يخشاه البعض هو استخدام البوينغ 777 كصاروخ عابر لشن هجمات كتلك التي حدثت في 11 سبتمبر. سيناريو إن حدث قد يكون الأسوأ في تاريخ حوادث الطيران في العالم.